ثانيا ثعبان الكوبرا ضد النمس. تعتبر الكوبرا واحدة من الثعابين الخطيرة التي لها قدرة فائقة في استخدام السم في قتل مختلف الحيوانات الأخرى، كما أنها تمتلك حاسة شم لا مثيل لها. ولكن في هذه المرة حاسة الشم قادت ثعبان الكوبرا إلى المنزل الخاص بحيوان النمس، ويؤكد الكثير من العلماء على أن النمس يعتبر واحدا من الحيوانات التي لا تعرف معنى الخوف. وفي هذا المقطع تمكن من القيام بعض رأس الثعبان بقوة كبيرة، وبالرغم من محاولة الكوبرا في النجاة إلا أن الخطة التي تبعها حيوان النمس هي ما ساعدته على الفوز في النهاية، وتمكن من إنقاذ حياة أطفاله